كما ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. مساء الخير وكل عام والبحرين بخير معاليك. عاما تلو آخر تحتفي المملكة بأعيادها الوطنية في ظل إنجازات إضافية متحققة في المجالات كافة في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة. كلمة لكم معالي الرئيس. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير والبحرين بخير. وبهذه المناسبة أتقدم إلى المقام السامي عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم بأجمل التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالته الميمون، وأن يعيد هذه المناسبات على جلالته بالصحة والسلامة وطول العمر. وبهذه المناسبة أود أن أستذكر الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته الزاهر، فقد أرسى جلالته قواعد الدولة الحديثة وواصل التحديث والتطوير بناء على ما أسسه الآباء والأجداد حكام البحرين الأماجد. فقد أطلق حفظه الله منهجه المتحضر المتسامح والمعتدل، وحول البحرين إلى دولة للمؤسسات والقانون، وأشاع التسامح والتعايش والوسطية، وحافظ على حقوق الإنسان، وكان بقلبه الكبير وحضنه الدافي الذي احتضن جميع أبناء شعبه، ورعى قضايا المواطنين وتطلعاتهم، وسعي جلالته الدائم لتوفير الحياة الكريمة لهم من صحة وتعليم وإسكان وفرص عمل ومزايا اجتماعية واقتصادية وإنسانية مختلفة. ولما تسلم مقاليد الحضن أرسى جلالته حفظه الله الأسس الثابتة والمكينة لمشروعه الإصلاحي، فبدأ بميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والذي دشنا بهما عهده الميمون، فأعطى للسلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى كل الدعم والمساندة لكي تمارس صلاحياتها الدستورية على أكمل وجه من تشريع ورقابة. والحمد لله أن المسيرة الديمقراطية تسير بخطى ثابتة رصينة وواثقة، كما أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود كبيرة لتحقيق التقدم والازدهار للبحرين الحبيبة مواطنيها. ولا أنسى في هذه المناسبة وبتوجيهات من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، نعم، وقيادة سمو ولي العهد الذين سطروا الإنجاز في احتواء وباء كورونا الذي فاجأ العالم كما فاجأ البحرين. والحمد لله أننا اليوم نفخر بما تم من إنجاز في هذا المجال. وأن أقول لا أنسى أيضا شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على مقدرات هذه الوطن وعلى إشاعة الأمن والاستقرار لكل ساكنيه، فلهم الرحمة والرضوان من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. هناك الكثير الذي يعني لابد وأن نتكلم عنه بخصوص الإنجازات التي تحققت، ولكن أقول إن شاء الله البحرين تحت قيادته الحكيمة ستقوم بخير وأمان، وأن المستقبل الزاهر والأيام الجميلة ستكون أمامنا إن شاء الله. وكل عام ولجلالته بخير وشعب البحرين بخير، وإن شاء الله نحن في انتظار إن شاء الله الإنجازات تلو الإنجازات والمناسبات السعيدة تلو المناسبات حتى نستذكر بها فعلا
إنجازات هذا الوطن العظيم. نعم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.